مشاهدي قناة شوف تي في، نجدد الترحاب بكم في هذا المباشر من مدينة خريبكة. عدنا لكم من جديد مشاهدينا. كتعقلتوا في المباشر اللي قبل ان هذا الاخ هذا اللي عاد خرج من السجن وباغي يمشي للبلاد ديالو عند والديه، ولكن ما كاينش ترونسبور فاش غادي يمشي. فشكرا تدخلت السلطة المحلية، شكرا السلطة الإقليمية، شكرا لجمعيات الائتلاف، يعني السلطة، يعني هذه الجمعية بالتنسيق مع السلطة توفروا ليه ترونسبور فاش غادي يمشي مشاهدينا. فمبروك عليه وشكرا لكم تنتوما للبارطاج ديالكم، شكرا للتعاطف ديالكم. غادي ناخذ من عنده كلمه باش نقول له بالسلامة عليكم، نقول له طريق السلامه ان شاء الله باش غادي يمشي عند والديه. تفضل خويا ناخذ كلمه. نمشي عرفتي شنو، هز ساكك، هز ساكك واجي نمشي وحده الترونسبور ديالك. تفضل. سير خويا نخرجوا من الطريق، خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في. والله زعما تنشكركم على البارطاج ديالكم، شكرا للتعاطف ديالكم، وكنشكروا السلطة الإقليمية السلطة المحلية التدخل ديالهم يعني بتنسيق مع جمعية الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، كيتدخلوا تيصيفطوا ليه ترونسبور باش غادي يديوه. تفضل خويا وقول لنا الشعور ديالك. الحمد لله الشعور دابا ما كيتوصفش، دابا الحمد لله الناس دخلت، الناس السلطة دخلت، وجات السيدة الجمعية باش غادي توصلني. كنشكر الجميع كاع اللي كان عنده يد في هذا الشيء، كنقول الله يرحم الوالدين. يعني كاين حتى خوتك اللي بارطاجاو الفيديو باش وصل. كنشكرهم بزاف هذوك الناس اللي حتى هما كانوا عندهم يد باش وصل الفيديو وساعدونا، الله يرحم ليهم الوالدين، كنشكرهم بزاف. دابا فين غادي تمشي خويا؟ دابا ان شاء الله غادي نمشي عند المهمة ان شاء الله لك تولاه. فين؟ خميس متوح. جديدة. الجديدة 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 طريق السلامة إن شاء الله. شنو تقول لخوتك كاع بصفة عامة، نصيحة بصفة عامة؟ النصيحة بصفة عامة كنقول لهم بعدوا من الطريق كامل اللي تجيب للحبس، وراه ما كاين حتى شي حاجة، الحبس راه ما فيه والو والو، الإنسان راه ما يتعلم حتى شي حاجة، راه يتعلم غير الخاوي وراه غير العذاب. الحمد لله. يعني أنت كما كنقولوا خرجتي من السجن، خرجتي بالسجادة والمصحف. الحمد لله. الحمد لله. السجادة والمصحف. الحمد لله. داكشي باش ربي سبحانه وتعالى ما تخلاش عليك. الحمد لله. نعم تلاحظوا، خلي نشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، كتلاحظوا معنا شكون تدخل؟ شكون؟ نشوفوا معنا شكون اللي تدخل، نشوفوا بلاتي، نشوفوا السيارة وقفات. السلام عليكم. مرحبا سيدي. مرحبا. كنتم متبعين معنا المباشر بلاتي تخرج من الطريق. السلام عليكم، كنتم متبعين معنا المباشر؟ الحمد لله، الله يحفظك. امين. شكرا، شكرا لكم. شفتوا التعاطف، تعاطفتوا مع هذا السيد اللي عاد خرج من السجن، يعني خصو يمشي نعم غادي يمشي لبلاده الجديده يعني. والحمد لله تدخلت السلطه المحليه والسلطه الاقليميه بتنسيق مع جمعيات الائتلاف، وغادي يوصلوا ان شاء الله لدارو، ما يبقاش بعدا في الطريق، كان باغي يمشي على رجليه. شكرا لكم تنتوما، شكرا، الله يحفظكم، الله يحفظكم سيدي، الله يحفظكم. اذا خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نشوفوا نتوما كتلاحظوا السياره باش غادي يمشي جمعية الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، وهذا هو السائق الله يرزقه صحيحته. شكرا لكل من ساهم باش غادي يمشي الاخ ديالنا يمشي لعند والديه، شكرا للسلطة الاقليمية، شكرا للسلطة المحلية للتدخل ديالكم. نكملوا خويا لان قطعونا الاخوان قبيلة. نعم سيدي قول لي منين بغيتيش عارفي؟ اش بغيت نعرف؟ بغيت نعرف انا غير الشعور ديالك دابا. الحمد لله، الحمد لله دابا فرحان. 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 دابا خديت الرقم ديال الاخت ديالك واتصلنا بها، مسكينه كتبكي. كتبكي هزه الهم ديالك. قلت لها خوك راه شوفي ان شاء الله باذن الله راه غادي يوصلكم بخير وعلى خير. يعني سمعتي الاخت ديالك؟ سمعتها 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 كانت كتهضر. بقيتي فيها بزاف. من طبيعة الحال أي إنسان غيكون عنده خوف شي بلاصة ما كاينش المركوب. مليوح بحال هاد البلاصه كيف كتشوفوا راه غادي يبقى هو يتحرك في جهه وفي جهه وما كاينش الوسيله باش غادي يوصل عنده. الحمد لله. يعني الحمد من بعد لله. فيديو شوف تي في خوتك راه تعاطفوا معاك. بارطاجاو وتدخلت السلطه والجمعيه، شكرا لهم.
شنو تقول لهم؟ نزي لهم الشكر. الشكر لكم نتوما الاولين للطاقم ديال الشوف تي في وهاد الجمعيه اللي كيف كتشوفوا حتى هي الاسم ديالها ظاهر. هاد الناس الله يرحم لهم الوالدين والسلطه. شكرا لك على سلامتك خويا. سير بالسلامه عليك. صافي ركب خويا سير بالسلامه عليك. عطيني النظر ديالي اللي كانوا بقاو ليها. عطيهم فين؟ سير جيب ليه النظر ديالو. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كما كتلاحظوا معنا الاخ غادي يمشي لعند والديه بتدخل من جمعيه الائتلاف المغربي للصحه والبيئه وحمايه المستهلك بتنسيق مع السلطه. سلام عليك سير خويا طريق السلامه الله يعاونكم. سلام عليكم. السلطه الاقليميه والمحليه طريق السلامه ان شاء الله وهذا الشيء اللي بغينا. سلام عليك. سلامة الله يعاونك. طريق السلامة إن شاء الله. شكرا لك الشيفور وطريق السلامة والله يحفظكم الله يحفظكم. سلامة خويا الله يعاونك. الحمد لله هادشي اللي بغينا مشاهدي قناة شوف تي في. فالشكر البارطاج ديالكم يعني شتو خوتي اش كنقول لكم البارطاج ما تسهلوش. شكرا بالبارطاج ديالكم يعني الرسالة أو هذاك الفيديو وصل للسلطة وتدخلت الحمد لله. كان التدخل ديالهم سريع وقدوا الوريقات إن شاء الله يعني وكذلك جمعية الائتلاف وبتنسيق مع السلطة والحمد لله. ها هانتوما جمعتوا الشمل ديال هاد الولد هذا يمشي لعند والديه. نتمنوا ان شاء الله انها تكون اخر الاحزان. اللي عجبنا هو مسكين انه خرج من السجن وخرج خلى حوايجو لصحابو اللي تما في السجن اللي تا هما كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يطلق سراحهم ويجعلها لهم اخر الاحزان يا ربي. خلى لهم الحويجات ولكن عرفتوا خوتي باش خرج ما سمحش في السجاده ديالو والمصحف الكريم وحتى ربي سبحانه وتعالى ما تخلاش عليه. ربي سبحانه وتعالى يسر ليه الامور وها ربي سبحانه وتعالى سخر ليه العباده ديالو وها هو غادي يمشي لدارهم. اذا شكرا لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء. دابا غادي نخرجوا من العمريات حتى حنا نمشيو نرجعوا لخريبكه. الى اللقاء.